أنا أتصور أن النساء سيكون لهن دور هام مستقبلا، وبالتأكيد سيشاركنا في تسيير دواليب الدولة. لا أتصور مجلس نواب عن الشعب لا تمثل فيه النساء بشكل كبير. نحن نطالب بالتناصف، وفي تونس مثلا حققنا التناصف، أتمنى أن يتحقق هذا في بقية البلدان العربية. ولا مانع في رأيي من أن تكون امرأة رئيسة دولة عربية.